عندنا اسم في محله محامي نسخه سكريبت. الله يبيض وجهك. الله يطول عمرك. خلي لكم يعطيكم العافيه. اخر كلمه اخيره من عجيان. بالنسبه لي عندي تعليق بسيط. تفضل. توقيتها ومدتها. يعني انا شفت في بعض الفقرات توقيتها غير مناسب سواء بالايام او مثل فقره الشيط طاووس اليوم. وكذلك مدتها في فقرات مدتها طويله. وكذلك مثلا اذا الفقره الساعه 10 يبدا الساعه 10:40 10:30. انا اشوف ان الكلام هذا ما يصلح. شكرا لك يا جيان. لازم الالتزام بالموضوع. انا اشكرك والله. يعني انت تلمس جرح والله بامانه. يعني شيء والله يعني المفروض يطلع الساعه 12 انا. اي والله. لا انت محامي يعني. ابو عبد الله والله العظيم زعلني. هذه بعيده عنك ابو عبد الله. لو تجي واحده الظهر اصيح. لا والله انا اعان. خلاص عندي نقطه ثانيه بغير. انا الساعه 12 المفروض ابدا بادي الساعه 1 و... يا جماعه ما علي هذا فرد حمزه لا 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 هو صاد يعني هذه ملاحظه ترى فعلا ظهرته ما في وقت يعني معليش تدخل اصوات. يعني المفروض الاستاذ عبد الرحمن الكليب تمام طبعا جميل عبد الرحمن الكليب المفروض يبدا 8:30 بدت تسعرب. المفروض الاستاذ علي الجعيدي يبدا الساعه 10 صح. بدا الساعه 11 الربع. 45 دقيقه هذه ضايعه. حط عبد الرحمن الكليب 9:15 صح. كذا صارت ما في 45 دقيقه ضايعه صح. حط علي بالرويه 12:45 لا صح زادت هناك 1:15 عشان انا اجي من بيتي قبلها بساعه بدل ما انا اجي من الساعه 8 هنا صح. وبالنهايه ما اطلع الا الساعه 1 صح. يعني كان مغنى كلامك. انا اشكرك والله. وعندي نقطه ثانيه توني تذكرتها الحين. أخاف بالنسبه لا 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 اخاف انها تكون عكسيه. لا لا ما عليك ما عليك الامور طيبه الامور طيبه. بالنسبه للرياليتي الرياليتي صراحه ما ناخذ راحتنا في الرياليتي الا في العصريات والصباحيات. اما الليل مثلا الحين خلاص بعد فقرتك بنروح نصلي الفجر وخلاص بعدها باقي الصباحيه. يعني سهرتكم انا خلاص اوكي يلا. لا بشكل عام بشكل عام اوكي تمام طيب. دقيقة 45 دقيقة 45 تمام ابو عبد الله يعطيك العافية. 45 دقيقة هذه كلها ضايعة. عيال خلونا نروح ندورها. يا شيخ الله انا ما ادري وين تصابرين عليه ذا. فهمتها فهمتوها. عموما شباب الصوت شباب الان مسحب من الهاشتاج معانا 6 تذاكر صح؟ 6 تذاكر ما نسيت الحمد لله. لا ابشركم لكن قبل ما اروح للهاشتاج واسحب منه احنا ما كثرنا اتصالات اليوم. الاسبوع القادم ان شاء الله بناخذ اتصالات وايضا بناخذ مقاطع فيديو راح ترسلونها لنا راح نعرضها على الشاشه ناخذكم وتوجيهكم مع اهداء تذكره للنجوم. لكن بامانه يعني الشباب عرجوا قبل شوي على فقره خالد وعلى بعض الفقرات. يعني كلام اول كلام اخير مع احترامي للمقدمين اللي فيها سواء كان الجميل فارس البشيري ولا الرائع ابو كاتم تمام. لكن يعني انا اشوف الفقرتين متشابهات. يعني كلام اول كلام اخير. طيب ما هو كلام اخير يتكلم عن 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 موضوعك وشخصيتك وذكرياتك وماضيك. وكلام اول عن ماضيك طفولتك هي نفسها يعني. لكن اللهم هذاك حاط بلاك وقاعد وانت ما ادري فهمت. وهذا جاي فال لها هنيه طقها سوالف. ما استفدنا. حط الاثنين كلهم في نفس الفقره. خل هذا يشد وهذا يرخي. على متسابق واعترف نفسك. اذا على كذا سعد القحطاني وعبد الرحمن الكليب نفس الشيء. يا اخي انا اهنيك، هذا الرجل عنده حس اعلامي وشكله بيكون ناقد بعدين. اشكر. عبد الرحمن الكليب وسعد القحطاني. الاثنين كلهم مسابقات. ليه؟ هو فقرة غير وفقرة عطوف نفس الشيء. لا هذه ما دخل هذه فقرة معنية هذه معنية. لكن عبد الرحمن هذا انت الله يرضى بعض المشتركات ما ودك فيها. لو سمحت. ناصر الغامدي جبنا كيكه الحين نبلش. لا هذا موضوع طيب. عبد الرحمن حلو موضوعكم. لا محمد عيسى حلو الموضوع ولا عاد نطالب بتغييرك ترى غلط ما فيه استبعاد. جميل احنا وين وصلنا؟ احنا خلصنا صح كل المحاور خلصت ابشر. علي بالله يا استاذ سلطان ياسر القحطاني الله يعطيه العافيه مقدم ونعم جميل اي والله مقدم جميل جدا واحب فقراته انا يا حبيبي ودنا ما تنتهي بس ارحم الضيف اللي يجي معهم والله ما يسولف الضيف. لا هي سياسه الفقره كذا يعني ما ابغى انا وبعض الاحيان طبعا هذا نقد ايضا يقول لك المفروض الشيخ ياسر يتيح فرصه للضيف اللي يجي. انا من اليوم ماسكها لا عادي انت الان تقول يا شيخ اعط فرصه هو يسمعنا الان الشيخ ياسر يعطي فرصه للضيف. شكرا لك سلطان هنيك على المداخله. يا عبد
والله انت الله يهديك سامي عبد العزيز. شارك قبل تروح التذاكر لاني دار ان الهاشتاج مو جايب لي شيء والله. خلنا بنجرب، خلنا بنجرب. عبد العزيز الاكلي بيقول لا خلنا بنجرب ما هو بجاي خبر.